السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في لكل زمان ومكان، والذي يأتيكم يوميا خلال شهر رمضان المبارك. يقول المولى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال عز من قائل: إن الله مع الصابرين. وفي رمضان صبر عن الأكل والشرب، صبر على صلاة التراويح والقيام، صبر على كف اللسان وغض البصر، صبر عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. مدرسة متكاملة للصبر هو شهر رمضان المبارك. وفي رمضان صبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مجاهدا، وفي رمضان انتصر المسلمون، وفي رمضان ثبات ورباط في غزة للشعب الفلسطيني، وصبر على القصف والقتل والتشريد، وصبر على التجويع والحرمان. فما هي الدروس التي نستلهمها من غزة وأهلها في شهر رمضان، شهر الصبر؟ هذا هو موضوع هذه الحلقة. أرحب بفضيلة الشيخ حسين حلاوة، الأمين العام للمجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء. فضيلة الشيخ، أهلا بكم. رمضان والصبر، كيف نربط شهر رمضان المبارك بهذه القصة العظيمة التي خصها الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين؟ فضيلة الشيخ حسين حلاوة، الأمين العام للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، أعيد سؤالي مرة أخرى: في شهر رمضان المبارك، مدرسة الصبر، كيف تتجلى خصال الصبر التي حض الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين عليها في هذا الشهر الفضيل؟ فضيلة الشيخ، إذن رمضان، من يخرج من رمضان ولم يتعلم من هذه المدرسة، لم يخرج صابرا، يقول أهل العلم إن خيرا كثيرا قد فاته، وإن فرصة عظيمة لاكتساب هذه الصفة العظيمة قد حرم منها. فكيف يتجلى الصبر في شهر رمضان؟ وكيف نتعلم ممن يصبرون الآن في قطاع غزة، يصبرون على القصف والقتل، يصبرون على التشريد، يصبرون على التجويع، كيف نتعلم منهم؟ فضيلة الشيخ حسين، تسمعني الآن؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأزكى الصلاة وتم التسليم على سيدي إمام النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله العالمين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والصحب الكرام ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أحييك أخي الحبيب الفاضل الأستاذ جمال، وأحيي إخواني وأخواتي المشاهدين في كل مكان من أرض الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن يجعل يومنا هذا خيرا من أمسنا، وغدنا خيرا من يومنا، وأن يكتبنا في هذه الأيام الطيبات المباركات من عتقائه من النيران ومن المقبولين، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما أسأله جل على أن يتقبل شهداءنا في غزة وفي كل مكان من أرض الله سبحانه وتعالى، الذين يدافعون عن دينهم وعن أوطانهم وعن مقدساتهم. كما أسأله أن يشفي المرضى، وأن يعني يؤجر الأجر العظيم لكل من أصيب بأذى في 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 هذه المعركة من أهلنا في غزة أو في أي مكان. اللهم آمين. فرمضان فضيلة الشيخ هو شهر الانضباط، هو شهر التعود على حرمان النفس من الجوع والطعام وشهوة البطن من الفجر إلى غروب الشمس. فشهر كامل ينضبط فيه الإنسان انضباطا تاما، لا يخرج في هذا الشهر الكريم إلا وقد اكتسب هذه الصفة العظيمة، فهو يصبر كما قلنا عن الأكل والشرب، ويصبر عما حرم الله، ويصبر ويجد في صلاة التراويح والقيام، ويصبر على كف اللسان، ويصبر عن كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فهذه الأمور العظيمة التي يمكن للإنسان أن يخرج من رمضان فيها صابرا محتسبا، كيف يمكن أن يصقل هذه الصفات ونحن في الثلث الأول من رمضان، والتي كانت من أخلاق الأنبياء والصالحين؟ الله سبحانه وتعالى تحدث عن مضاعفة أجر الصابرين بقوله: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. إذن فضيلة الشيخ، نعود لربط هذا الشهر الفضيل بالصبر، كيف ترى العلاقة بين رمضان والصبر؟
لا، الحقيقة أن العلاقة بين رمضان والصبر هي علاقة وطيدة، علاقة قوية. فإن رمضان كما جاء في حديث فضيلة الشيخ، هناك تقطع بالصورة. إذا تتحدث فضيلتك عن علاقة هذا الشهر الفضيل بالصبر، وكيف يمكن أن يكون رمضان مدرسة يتعلم فيها الإنسان الصبر ويصقل نفسه حتى يكتب مع الصابرين. إذا الله عز وجل يقول: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. ويقول المولى عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. آيات توضح لنا الأجر العظيم الذي أخبر الله سبحانه وتعالى عنه، بل مضاعفة الأجر للصابرين. ويعلق الله سبحانه وتعالى إمامة الأمة في الدين به وباليقين به عز وجل بالصابرين، ويقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجمع الله سبحانه وتعالى صفات لم تجتمع لغيرهم عندما قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله عز وجل جعل عدة المؤمن وعونه الصبر، وأمره أن يستعين به ويستعين به مع الصلاة: واستعينوا بالصبر والصلاة. ويقول أهل العلم إن الصيام يجمع الصبر على أنواعه، لأنه صبر على طاعة الله، كما قال الإمام ابن رجب الحنبلي: صبر على طاعة الله عز وجل، صبر عن معاصي الله، لأن العبد يترك شهواته لله ويترك هذه المنازعة التي تنازعه فيه نفسه، هذه الشهوات لله عز وجل. وجاء في هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم أو الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. فيوضح الله سبحانه وتعالى، يوضح الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القدسي عن ربه، أن الله سبحانه وتعالى امتحن العبد بترك شهوته، بترك طعامه، بترك شرابه، والصبر على هذه الملذات احتسابا لأجر عند الله سبحانه وتعالى. وعندما يقول المولى: واستعينوا بالصبر والصلاة، يأمرنا الله سبحانه وتعالى بالصبر على ما نكره وأن نترك معاصي الله سبحانه وتعالى، لأن الصبر هو منع للنفس عما تحب وكف للنفس عن هواها. وهكذا يقول أهل العلم إن الصبر هو صبر على المصيبة، فالصابر على المصيبة لأنه يكف نفسه عن الخوف والقلق والجزع، ويقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. وشهر رمضان هو شهر الصبر، لأن الإنسان يصوم عن الطعام والشراب نهارا، وفي ليل رمضان يجتهد لكي يلقى ربه قائما. شهر صلاة التراويح شهر الصبر، كما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم وصف رمضان بشهر الصبر كما روى الإمام أحمد. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد هزل جسده وتغير لونه، فقال النبي صلى الله بسبب الصيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أمرك أن تعذب نفسك؟ صم شهر الصبر رمضان وثلاثة أيام من كل شهر، كما روى الإمام أحمد وأبو داود. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أي يذهب كثير من وحر صدره فليصم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر. إذن شهر رمضان في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هو شهر الصبر، شهر هذا الشهر الذي نرى فيه ما يحل بأهلنا في قطاع غزة من معاناة، والذين هؤلاء يستعينون بالصبر ويستعينون بالصلاة، وقد قصف الاحتلال الإسرائيلي مساجدهم فيصلون على أطلال هذه المساجد، ويقولون
واستعينوا بالصبر والصلاة. الإمام الطبري رحمه الله قال: أمر الله الناس بالصبر على ما كرهت نفوسهم من طاعة الله سبحانه وتعالى وترك معاصيه، وإن أصل الصبر هو منع النفس ما تحب وكفها عن هواها. هذه الخصلة كيف تتجلى في شهر رمضان المبارك؟ فضيلة الشيخ حسين، أنت تسمعني الآن؟ فضيلة الشيخ؟ طيب، إذن فضيلة الشيخ نعتذر لهذا الانقطاع لأسباب فنية، ونعود للحديث عن شهر رمضان وكيف خص الله سبحانه وتعالى هذا الشهر بالصبر، وجعله كما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، جعله وصفه بشهر الصبر. بنقول بأن الصيام شهر رمضان والصبر قرينان. النبي عليه الصلاة والسلام تحدث عنه فقال: وهو شهر الصبر، أي شهر رمضان وشهر الصبر، وبتتجلى فيه كل معاني أنواع الصبر، سواء كان الصبر على الطاعة أو الصبر عن المعصية أو الصبر حتى على تغير النظام الحياتي للإنسان. فالإنسان لا شك في رمضان بتتغير كل أنظمة حياتي، بتتغير كل أنظمة حياتي وعاداتي. كان يقوم من النوم مثلا الإنسان المسلم المعتاد، يصلي ثم بعد صلاة الفجر يعني عنده نظام، يأتي موعد الإفطار فيفطر. بعض الناس لا يستطيع أن يخرج من بيته إلا ومعه كأس القهوة، أو يكون قد احتسى كأس القهوة. البعض له نظام معين في حياتي، في النهار، في طعامي، في شرابي. البعض قد يكون عنده عادات تعودها، لكن يأتي شهر رمضان ليغير هذه العادات عند الإنسان حتى في حياتي، يعني إنجاز التعبير أن نقول عنها الجبلية التي جبله الله عليها، النوم واليقظة. فإن النوم في الليل يكون قليلا لا شك، لأنه يسهر لقيام الليل ويقوم قبل الفجر للسحور وهكذا. يعني إذا نظرت إلى الطاعة كذلك، صنوف الطاعة تكثر، من الصلاة، صلاة القيام، يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في قيام رمضان بعد العشاء مثلا ساعة ونصف، ساعتين، ساعة حسب الإمام، وما يقرأ يصبر نفسه على يعني الحلقات العلم في رمضان، يصبر نفسه على الامتناع. يعني ربما يعني كان إذا غضبه أحد أو هكذا كان يرد عليه، وهذا حقه يعني، لكن يأتي الصيام ليقول لك: لا، ليس من حقي. يعني النبي يقول: إن شتمه أحد أو يعني أو سابه فليقل: إني صائم، إني صائم، إني صائم. يعني هذه بعض معالم الصبر في شهر الصيام. وهذه الصفات فضيلة الشيخ، كيف يمكن أن يجعل الإنسان هذا الشهر مدرسة له، أي أن يصقل هذه الصفات في شخصيته حتى تصبح سجية له في كل شهور السنة؟ أن يعيش معها بجوارحه، بروحه، بحياته، أن يأخذ هذه على محمل التغيير الفعلي. يعني رمضان شهر التزود، شهر في السنة يأتي مرة ليتزود منه المسلم لبقية العام حتى يأتي العام الآخر. لذلك على المسلم أن يتعود، ومن يتصبر. يعني أحيانا بعض الناس بيكون خلقه إنجاز يعني هكذا، كل خلقه ضيق لا يتحمل وهكذا، لكن يأتي رمضان يجد أن مدرسة الصوم تأمره وتوجب عليه أن يصبر. لذلك يعني هو إذا لم يكن متعودا عليه أن يتعلم، ومن يتصبر يصبره الله، أن يتعود هكذا بالتعليم، إنما العلم بالتعلم.
يتعلم كيف يصبر نفسه في شهر الصيام، في معاملاته مع الناس، في علاقاته بهم، في علاقاته بأهلي، في علاقاته بأولادي، في علاقاته بالناس، في علاقاته بربي، في كل علاقاته يتعود أن هذا الشهر ليس كسائر الشهور. كذلك في صلتي بالله كما ذكرنا ليس كسائر الشهور أبدا، لا ده في التزامات أكثر في علاقة العبد بربه سبحانه وتعالى. الآن فضيلة نعم الآن فضيلة الشيخ، عندما نرى أهل قطاع غزة مثال للصبر والثبات وهذه الدرجات التي يصبر فيها الإنسان، هل هناك درجات للصابرين تتجلى فيما يجري لأهلنا في غزة؟ لا شك أن أهلنا في غزة أسأل الله أن يتقبل منهم صالح أعمالهم وأن يتقبل شهداءهم وأن يتقبل جهادهم. هؤلاء يعني أنا أعتقد لا يستطيع أحد أمامهم أن يتكلم عن معاني الصبر. أنا يعني أحرج عندما أتكلم عن معاني الصبر إلى جوار أهلي في غزة وما يقدمون. هم يقدمون أعلى مراتب وأعلى درجات الصبر، ولا شك أن أجر الصبر عند الله لا حساب له، ولا يعرف أحد قدره إلا الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني إذا كان نعم فضيلة الشيخ نعتذر، يبدو هناك مشاكل فنية اليوم في الصورة. إذن فضيلة الشيخ هؤلاء هم مدرسة للصبر، نحن نتعلم منهم ثباتهم على أرضهم، صبرهم على القتل والتشريد، صبرهم على التجويع، صبرهم على التعطيش. الاحتلال الإسرائيلي يمارس كل أسباب الحرمان بحقهم، يمارس كل أسباب التي يجعل الله سبحانه وتعالى لآلنا في غزة عندما يصبرون في هذا الشهر الفضيل. والسؤال هنا كيف يتجلى درس رب العالمين مع أهلنا في قطاع غزة؟ كيف يتجلى هذا الدرس أمامنا؟ كيف يمكن أن يكون ما يجري لهم سبباً ليعيننا، ليمدنا بأدوات الصبر؟ فضيلة الشيخ تسمعني؟ فضيلة الشيخ حسين حلاوة، يبدو أن هناك مشكلة في الصوت. إذا كانت النفوس مجبولة على حب الملذات، على حب الطعام والشراب، فعندما يتجلى في هذا الشهر الفضيل كيف يصبر الإنسان على الحرمان من الطعام والشراب؟ هذا في الظروف العادية، أما عندما نرى ما يجري لأهلنا في غزة فإنه حرمان مركب، حرمان من الطعام، حرمان من الماء، بل حرمان حتى من الدواء الذي جعل الله سبحانه وتعالى أهلنا في غزة تتجلى فيهم كل دروس الصبر. فهو هذا السؤال، كيف يمكن أن يكون ما يجري في غزة مدرسة بحد ذاتها للصبر؟ هو لا شك مدرسة بكل ما تحمل المعاني، يعني معاني هذه الكلمة، لأن يعني إذا كان الصبر الإنسان يصبر يعني على الطاعة، فأي طاعة أعلى وأشرف من أن يقدم هؤلاء أنفسهم في سبيل الله؟ إذا كان الصبر نوع من إنجاز التعبير، الصبر عن الطعام في الصيام نوع من الحرمان السلبي كما يقولون، فإن أهلنا في غزة يعني هم صائمون ليل نهار لأنهم لا يجدون الطعام ولا الشراب. ولقد سمعنا الكثير من هذا من 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 أهلينا في غزة الذين يقولون نحن من أسبوع ما أكلنا شيئا أو من أكثر أو هكذا، نعيش على أوراق الشجر. رأينا أولئك الذين حتى الأطفال يربطون الحجارة، يعني احنا قرأنا في الأحاديث كيف كان النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم يربطون الحجارة على بطون في الحصار الذي تم لهم في شعب أبي طالب. وصل الجوع بهم إلى هذا الأمر، لكن رأينا في غزة اليوم
فأين من يربط؟ والعالم المتحضر ربما يرمي الأطعمة في البحار والمحيطات. العالم المتحضر والإنسانية عندها الفائض من المال الكثير حتى إن تصنع به الأسلحة التي تدمر بها البشرية. رأينا هذا، ها؟ ويتركون الناس هكذا جوعا، يموتون من الجوع، الأطفال والنساء والشيوخ. وما أعتقد أن هناك مثال في الصبر أعظم من هذا. هذا الذي هدم بيته وسوي بالأرض وأصبح يعيش في العراء، ثم سمعناه يقول أنا لن أخرج من أرضي، هذه أرضي وأرض آبائي وأرض أجدادي، أنا لن أتوانى الدفاع عن المسجد الأقصى لأنه عقيدتي وديني. سمعنا هؤلاء في شدة البأس الذي هم فيه، في شدة يعني ما جاءهم من جراح ومن آلام، لكن رأيناهم يقيمون الأفراح لهم ويفرحون ويصلون التراويح في العراء على الأرض إلى جوار المساجد التي هدمت، لم ييأسوا ولم يزعوا. هذا سيدي هي أعتقد المرتبة العليا في الصبر، وهو الرضا، لأن ممكن إنسان يصبر وهو لا يملك من أمره شيء، لأن ماذا سيصنع يعني؟ نعم فضيلة يعني الشيخ، كما يقول الإمام ابن القيم البلاء ينزل من السماء واحد، القدر يأتي بأن يموت ابن فلان المسلم وابن فلان غير المسلم. يتلقى المسلم هذا الأمر بالصبر والرضا ويقول الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ ولله ما أعطى، فيؤجر. ويتلقى الآخر بالجزع فيحرم الثواب. يعني هذا نوع، رأينا أعلى من هذا من أهلنا في غزة يا سيد، رأينا أعلى من هذا من أهلنا في غزة.